ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة انا في متحف الفن الاسلامي. المتحف ده انا كنت عاملة فيه فيديو قبل كده، لو ما شفتوش روحوا شوفوه، هتلاقوا اللينك اسفل الفيديو. والنهاردة بقى هوريكم قطعة من اشهر القطع اللي موجودة في المتحف ده، وهي القميص المسحور. واللي زاد من شهرة القميص ده ظهوره في فيلم الفيل الازرق، وظهر القميص في عدة مشاهد وكانوا بيقولوا عليه قميص المأمون، بس الباحثين قالوا إن المأمون كان راجل علمه كمان عمل بيت الحكمة، فمن الصعب إننا نصدق إيمانه بالخرافات والشعوذة. القميص ده مصنوع من الكتان ومكتوب عليه طلاسم غريبة وآيات قرآنية وأرقام، وجع كمان عليه أثار دم، فمن الواضح إن آخر حد لبسه مات مقتول. بقى قصة القميص ده؟ القميص ده عمره 350 سنة، وبيعود لعصر الدولة الصفوية في إيران في عهد الملك صفي الثاني بن عباس. عهد الملك ده كان مليان بالحروب والمشاكل، وده بسبب انشغاله عن الدولة بالخمر والنساء. بعد كده استعان بالسحرة والدجالين وقالوا له إن كل المشاكل اللي في البلد دي بسبب إنه اتوج في يوم منحوس. عملوا له القميص المسحور وأعادوا تتويجه مرة تانية. وبعد ما مات الملك ده فضل القميص يتوارث ولبسه ملوك مشهورين جدا في التاريخ، وكانوا بيلبسوه تحت هدومهم في الحرب اعتقادا بأنه هيحميهم من أنهم يتقتلوا. وكان من أشهر الملوك اللي لبسته هو الملك سليمان العثماني. القميص ده موجود منه 8 في العالم، في مصر وتركيا وإيران وألمانيا وإيطاليا. إزاي بقى القميص ده وصل للمتحف الفن الإسلامي؟ سنة 1913 جاب القميص ده شخص اسمه مصطفى بيك شمس الدين. أقنع ماكس هيرتز اللي كان في الوقت ده المشرف على المتحف بأن القميص ده أثر ولازم يتحط في المتحف، وأقنعه فعلا واشترى هيرتز القميص منه بخمسة جنيه بس. طبعا الخمسة جنيه زمان غير دلوقتي، بس برضو كان سعره قليل جدا على قطعة أثرية، فمن الواضح إن شمس كان عايز يتخلص من القميص ده بأي شكل وبأي تمن، عشان كده باعه بخمسة جنيه بس. افتكروا بقى ليه شمس الدين كان عايز يتخلص من القميص ده، وجابه منين أصلا مع إنه اتصنع في إيران؟ تفتكروا كان مجبور انه يتخلص منه بأي تمن؟ كل الأسئلة دي ملهاش إجابة. ودي كانت قصة القميص المسحور. لحسن حظي في اليوم ده كان في فعاليات حلوة جدا في المتحف الفن الإسلامي، فتابعوا الفيديو للآخر واتمنى ان تعجبكم.
Thank you.
جات لي يوم ما تسلم.